السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا الجنة، ومع هذا العنوان ومع الدرس 23، زوجتك في الجنة أجمل من الحور العين. نعم والله، زوجتك في الدنيا لو ماتت وعندها 90 عاما فإنها تدخل الجنة يوم القيامة وعمرها 33 سنة، وهو سن اكتمال الشباب، وهو السن الذي رفع فيه عيسى ابن مريم عليه السلام إلى السماء الدنيا وعمره 33 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل الجنة جميعا يدخلون الجنة في عمر 33 سنة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفضل السن ده مستمر مليارات المليارات، خالدين مخلدين فيها أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لا يكبر الإنسان، لا يكبر ولا يعجز ولا يمرض ولا يشقى ولا يتعب ولا يحدث أي شيء من المكروهات التي عاشها في الدنيا، بل يعيش في نعيم وصحة وشباب بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكون زوجتك في الجنة أجمل من الحور العين، كما ورد في بعض الأثار 70 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جميعا محاورة تدور بين نساء الدنيا وبين الحور العين في الجنة. فالحور العين يغنين أو يقولن لنساء الدنيا: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن المقيمات فلا يضعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام، طوبى لمن كنا له وكان لنا. فتقول نساء أهل الدنيا: نحن المصليات وما صليتن، نحن الصائمات وما صمتن، نحن المتصدقات وما تصدقتن، قالت أمنا عائشة: فغلبنهن. الله أكبر. طبعا المرأة في الدنيا تحملت أعباء الصلاة والصيام والحج والزكاة وأعباء الزوج وأعباء الأولاد وأعباء الحياة كلها ومتاعب الدنيا كلها، والحور العين خلقت في الجنة لم تتحمل أي شيء من تلك المتاعب. ولذا كرم الله عز جل الفتاة والمرأة المؤمنة على الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى لو ان زوجها عنده عدد كبير من الحور العين، تكون زوجته هي سيدة نساء القصر بفضل الله سبحانه وتعالى، تكون سيدة على الحور العين بفضل الله سبحانه وتعالى. اللهم بارك في نساء المسلمين واجمعهن في الجنة مع امهات المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.